هل ممكن لرغد صدام حسين أن تعود سياسيا إلى العراق أو انتهى هذا الزمن؟ في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر أنا أجد أنه من الصعوبة جدا، إذا لم يكن مستحيل، أن تستطيع أن تعود إلى العراق وتعمل في داخل العراق. ولكني يعني أقول أن التغيير في العراق بالأساس صار في بإرادة خارجية، فأكو حلين للتغيير الحقيقي في العراق، إما إرادة خارجية كما غيرت تغير، أو بعد أن وصلت إلى مرحلة أنه فشل ذريع من 2003 ولحد الآن يمر به العراق، أو أنه يصير انتفاضة شعب في الداخل يتغير هذا النظام، وعند ذلك ممكن أن تعود سترغد إلى داخل العراق. نعم.